مشاهدينا مساء الخير عليكم. قافلة برنامج اش اخباركم من مدينة العريش، بقاو معايا كاملين تعرفوا على ضيف الحلقة. السلام عليكم، كيداير؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، صحة بخير؟ كلشي لاباس الحمد لله. شرفيني المعرفة ديالك. سميتي سندس الأكحل، عندي 15 عام، طالبة، كنمارس رياضة الشطرنج، كنت مرحبا بكم معنا. بارك الله فيك، ميرسي. تبارك الله عليك سندس. سندس كيفاش بديتي هاد الرياضة هادي؟ بديتها هاد السنين ما كنت كنعرف عليها والو، تقيت بدينا الحصة الأولى، بنت لي مفيدة، قلت نكمل فيها، لقيت فيها راسي كملت فيها. وشنو هما الحويجات اللي خلاوك تلقاي راسك وأنك تكملي في هاد الرياضة؟ لقيت بلي التركيز زاد، الثقة في النفس هي زادت، والتوتر والستريس ديال النهار كامل كيمشي في هاد اللعبة. ألوغ هي مفيدة في هاد الظروف هاديك، نخليك تكملي الدرس ديالك ونتلاقى معاك من بعد. سندس قبل ما تبدا المباراه شنو تقدري تقولي على المباراه ديال الشطرنج؟ الشطرنج هي حرب ما بين جيشين، الاسود والابيض. الابيض هو اللي كيبدا دائما يهاجم والاسود ما عليه غير يدافع. بالنسبه للساعه في المباريات الحبيه نقدروا نلعبوا بلا ساعه، بحق في المباريات الرسميه خصنا نختاروا ما بين 5 و10 دقائق على حسب اتفاقيه. هادو غير جوج من بين الحوايج المهمة ديال الشطرنج، والتباقي كيتعرفوا مع الوقت إن شاء الله. بغيت نتفرج فيكم كتلعبوا. قولي سندس، الوقت فراغ كامل ديالك تقريبا في رياضه الشطرنج ياك؟ تقريبا كله كنضيعو في نقولوش كنضيعو من كندوزو في الشطرنج، حسن ما نضيعو في حاجات اخرين بحال التلفازه ولا التليفون اللي ما كنستافدو منهم حتى حاجه. من الشطرنج ما تلاحظش في نفس الوقت، بحق مع المده غتلاحظها. شنو كتمنى وشنو بغيت تحقق منها قدام؟ كنتمنى نكمل في رياضه الشطرنج ونكون بطله على الصعيد الوطني، وعلاش لا على الصعيد العالمي. علاش لا، ان شاء الله تولي بطله عالميه ونفتخروا بك. شكرا على الوقت اللي دوزتي معنا. شكرا. مشاهدينا ما سخيناش بكم، ولكن وصلنا لختام حلقه اليوم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. تلقاو الحلقه الجايه.